الف مبروك ليكم الاول والف مبروك للبنات كلها بصراحه، البنات عاملين بطوله هايله. ماتش النهارده والله هو يمكن البدايه كانت كويسه، بعد كده بقت ريحت شويه نظرا ان الماتش الاولي كان سكوره كبير، ودي كانت تعليماتي قبل الماتش ان انا يا ريت ما استهترش بالخصم، يا ريت ما استهترش بالفرقه. الفرقه اللي على فكره بلعبه فرقه محترمه، هي بس الستارت لما بيبقى مهم، يعني الستارت لما بيبقى انت فارق على فرقه بيفرق معاهم كتير، يعني بيقلل من الفرقه الثانيه نفسيا شويه. انا قلت لهم لو كورتين ثلاثه في الجيم وفقوا فيهم نادي الجزيره الجيم ممكن يقلب، ينزل 10 بونت الدنيا تقرب، فلازم يبقى هو حريص على كل كوره. يمكن النهارده كناش موفقين شويه في الاوفنس، بس الديفنس انا شايفه كان كويس، ما قصروش فيه بصراحه. يمكن الحلقه ناشفه شويه فالبنات ما كانتش موفقه النهارده يعني. احنا كنا نازلين من الاول خلاص مركزين عشان ده بالنسبه لنا فاينل، والماتش ده كان مهم قوي عشان هيفرق لينا ويفرق للفيرست تيم كمان. وعملنا ديفنس كويس وعملنا ريباوند كويس، وده كان اهم حاجه عشان نكسب. كان بيقول لنا ان الاوفنس ده بيبقى توفيق، فلو حتى لو جبنا او ما جبناش بس المهم ان احنا نبدل نفسنا في الديفنس ونمسك الحلقتين ريباوند. الحمد لله الماتش النهارده كان ممكن يكون اصعب شويه عن الماتش اللي فات، بس يعني الحمد لله عملنا اللي علينا وما نزلناش مستهيفين بالماتش عشان ده يساعد الفيرست تيم ان احنا ان شاء الله ناخد اول مرتبط لما يكسبوا ان شاء الله. فاحنا كنا بعد شهر خسرنا النهارده كنا هنضطر نرخم على الفيرست تيم يبقى في ماتش كمان تالت، ان احنا ما نستهيفش بيهم حتى لو احنا كسبنا الماتش اللي فات كتير. لازم اكيد هيبقوا نازلين مرخمين علينا المره دي عشان الفيرست تيم خسر الماتش اللي فات، فبس ان احنا كنا لازم نبقى نازلين مركزين من الاول وما نستهيفش بيهم خالص في النص عشان هم يعني فرقه صعبه برده لو احنا استهيفنا بيهم. بس يعني ده اللي حصل. احنا فعلا الصاله بقالنا سنه ونص تقريبا بقينا نستقبل بطولات افريقيا، بطولات دوليه، بطولات في مختلف الالعاب. بقت الصاله الرسميه لاتحاد السله واتحاد اليد واتحاد الطايره، بقينا مكان يليق بالجمهور، يليق بالفرق، يليق باولياء الامور. بنحاول نوفر كل الفاسيلتيز ان انت تيجي تستمتع عندنا في الصاله، طبعا بتعليمات وتوجيهات من معالي الوزير اشرف صبحي ودكتوره هدى ايوب وكاله الوزاره للاستثمار الرياضي. احنا مفتقدين ان احنا عندنا منشآت زي ما حضرتك شايف كده. احنا الحمد لله عملنا هنا بطوله العام الخماسي، اشادوا بينا، واخدين دروع من كافه الاتحادات الدوليه والمصريه. بقينا ننظم برضه بطولات كاراتيه، العاب فرديه، بطولات جمباز. الحمد لله يعني ده اول صرح رياضي اعتقد يليق بجمهور مصر يعني. لجماهير النادي الاهلي، ومبروك للكابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لكل الجهاز الفني وللنشاط الرياضي الكابتن رؤوف. مبروك الحقيقه، مباراه ما شاء الله طيبه جدا، نتيجه الحقيقه يمكن بتؤكد ان لاعيبه النادي الاهلي كانوا مصممين على الفوز. مبروك ليهم، وان شاء الله كده مزيد كده من الانتصارات في الباسكت ان شاء الله كده باذن الله رب العالمين، يكون الدوري حليفنا كمان في الرجال ان شاء الله باذن الله. والله يمكن الحمد لله المجلس الفتره اللي فاتت دي دعم الالعاب كلها على كل المستويات الحمد لله رب العالمين. اعتقد السله والهاندبول والطايره طبعا بجانب كره القدم اللي ما شاء الله متالقه، فمبروك لجماهير النادي الاهلي. الناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد، الناس كلها بتشتغل عشان النادي الاهلي وعشان الجمهور يسعد ويفرح واسم النادي الاهلي دايما يعلو. بالتوفيق لكل من ينتمي للنادي الاهلي، وكل حب وكل تقدير لجماهير النادي الاهلي العظيمه والعريقه، والف الف مبروك لبنات السله النهارده ان شاء الله ادخلوا الفرحه علينا. واعتقد مناسبه طيبه بعد عوده الكابتن محمود انه ان شاء الله باذن الله نقول له الف الف مبروك. الحمد لله، الف مبروك لفريق سيدات كره السله. يعني في خلال 10 ايام قدموا اداء رائع في البطوله الافريقيه، واستطاعوا اول مره في تاريخ مصر والانديه المصريه ان يحقق ميداليه مع الفريق الكبير وعدم مشاركه اي فريق مصري في هذه البطوله. والنهارده بيتوج كبطل دوري المرتبط، وايضا تفوق الفريق 18 سنه بفارق كبير عن بقيه الفرق بيطمنا وبيقول ان مستقبل النادي الاهلي بخير باذن الله. فنبارك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بقول لهم باذن الله بنوعدكم
جميع الفرق في ألعاب الصالات والألعاب الأخرى بإذن الله، بتنافس على كل البطولات وبتحرز كما عودتكم دايما أكبر قدر ممكن من البطولات عشان تدخل خزينة النادي الأهلي كالعادة بإذن الله. الحمد لله، بشكر ربنا على الفوز ده أول بطولة في السيزون، وإن شاء الله لسه في بطولتين إن شاء الله تبقى من نصيبنا بإذن الله. أنا بشكر جميع النادي الأهلي جدا 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 على وقفتها معنا، بالذات في المباراة الماتش اللي فات، جايين بطولة أفريقيا جيم بتاع الجزيرة الأولاني، خسارة مش متوقعة بالنسبة لنا. الحمد لله الفرقة النهاردة رجالة، وبإذن الله يعني بشكرهم على وقفتهم معنا اليومين اللي فاتوا. يعني الحمد لله احنا كنا مركزين، اللي احنا دايما بعد الخسارة في جيم مش متوقع اللي احنا نخسر فيه، فالبداية كانت صعبة، الحمد لله قدرنا نتماسك ونرجع تاني للجيم. انا بشكر لعيبتي واحد واحد على المجهود اللي عملوه ده، وردينا الجيم ده كمان بسكور الحمد لله. يعني كان عندنا التارجت اللي احنا ناخد الدوري وبسكور ان شاء الله الحمد لله. يعني والله انا مبسوطه جدا 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 ان احنا خدنا اول المرتبط، دي حاجه احنا متعودين عليها، مش متعودين طبعا على الخساره. خساره الماتش اللي فات يمكن ادتنا حافز ان احنا الماتش ده نكسبه، وفرق سكور. احنا مش بس كنا جايين عايزين نكسب فرق بوينت ولا اتنين، احنا جايين عايزين نكسب فرق سكور كبير، والحمد لله حصل كده. قدرنا ان احنا نحسم الماتش من اول كوارتر لينا. الماتش اللي فات طبعا انا شايفه ان احنا ما كانش فيه توفيق خالص، بس الماتش ده كنا مركزين زياده وقايلين ان احنا هنعمل ديفنس كويس وهنهاجم كويس، وده فعلا حصل في الماتش. فرضنا نفسنا في الماتش، ما فيش حاجه قدرت توقفنا، علشان احنا فعلا عندنا روح، احنا مش هنطلع البطوله دي بره النادي الاهلي، وقايلين ان احنا يعني الماتش اللي فات ده ننساه خالص، كده كده في عندنا فرصه ثانيه، وهي اصلا فرصتنا احنا كده كده الابطال، بقى لنا 3 سنين بناخد الدوري المرتبط، فبالنسبه لنا ان احنا نكسب النهارده ده العادي بتاعنا ان احنا نكسب. فعشان كده اللعيبه واقفه على رجلها عشان عايز تكسب على طول. الحمد لله طبعا هو فوز كان بقى يعني بعد تايم كبير جدا، اخذنا من الاول كان سبورتنج في سموحه، وصلنا النهارده فاينل، خصوصا برده ان اول امبارح كان خساره من الجزيره، والحمد لله ان احنا قدرنا النهارده نخلصه مع المرتبط طبعا، وخدنا المرتبط الحمد لله السنه دي. الحمد لله على كل حاجه، احنا لعبنا كويس قوي، عارفين ان احنا نادي جزيره فرقه كبيره جدا السنه دي كمان غير السنوات اللي فاتت خالص، بس خسرنا اول امبارح ما كناش موفقين. اتفرجنا على الماتش بتاع 10 مرات مثلا عشان نعرف ايه الاخطاء، والحمد لله ما عملناش نفس الاخطاء بتاعت المره اللي فاتت، وهي كانت النتيجه كويسه يعني. Rebound. That was his main thing. I'm the biggest person out here and I rebound. That's what I do all the time. And you know, keep us together, keep going, keep fighting. كانت بتقول ان هي كانت عشان ان هي اطول واحده في الفريق او اطول واحده في مصر دلوقتي، ان هي اهم حاجه كان عنده ان هي تلم ريباوند اكتر ريباوند، وان هي تحارب لحد الاخر وتجيب باسكت تحت الباسكت. يعني الحمد لله كان ماتش يعني كسبنا فرق، بس احنا كنا نازلين ومتحفزين جدا عشان احنا خسرنا اول امبارح، فكان لازم نرد الاعتبار دوت بان احنا نكسب فرق كبير وناخد البطوله. احنا جايين من بطوله افريقيا ونفسيتنا ومعنوياتنا مرتفعه، كان لازم نكمل كده وما نسيبش حاجه في الدوري المصري ان احنا نفوتها. فكابتن علي كان بياكد على ده ان احنا بقى لنا 4 سنين بناخد دوري مرتبط، وان احنا نكمل على كده وما نضيعش ولا بطوله مننا السنه دي. الحمد لله طبعا ربنا وفقنا وكرمنا. طبعا احنا كنا محضرين من الماتش اللي فات ان احنا ما ينفعش، احنا لازم يعني نجيب حقنا تاني، نرد حقنا، ان ما كانش ينفع اللي حصل في الماتش ده. طبعا نزلنا الحمد لله كنا قدم مسؤوليه ورجعنا حقنا الحمد لله. طبعا كان اول حاجه بيقول لنا السبيريت النادي الاهلي لازم تكون موجوده، هو ده اللي كان ناقصنا الماتش اللي فات، فهي لازم ترجع زي كل الماتشات قبل كده. طبعا ان احنا ديفنس والخطط بتاعتنا عادي، بس كان اهم حاجه الروح. احنا لعبنا ماتشين، الماتش اللي فات صعبناه على نفسنا، كنا كلنا مش في حالتنا، كان اول امبارح، بس الحمد لله يعني الجهاز الفني وكابتن علي عرف يلم الفرقه، واحنا فرقه كبيره وخبره، وقال لنا يعني ان الماتش ده لو كسبناه ناخد بطوله، واحنا عندنا يعني كنا كل واحده نازله ان هي تموت نفسها ان احنا نكسب، ونكسب بسكور كمان. لا هو قال لنا ان احنا مش مشكله اللي حصل، واحنا لسه كنا بنلعب بطوله افريقيا، كلنا كنا في البيك، فطبيعي ان احنا نلعب ماتش وحش. ما قالناش اي حاجه، قال لنا نعمل اللي علينا وسيبوا الباقي على ربنا.